وجزء من الدور المجتمعي للنادي الاهلي انه يطلع بنفسه للمحافظات تنقيبا عن المواهب، عشان يدي فرصه لكل الابناء في كل المحافظات اللي عندهم موهبه. مش هستنى لما تيجي انت في اختبارات القاهره والزحمه بتاعت القاهره، لا، الاهلي هيروح لك حيثما كنت في المحافظه بتاعتك، راح الشرقيه وراح تقريبا الدقهليه واسكندريه والمنوفيه، ودلوقتي في الصعيد قطار الاهلي وصل لاسيوط. كابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين، مساء الخير عليك، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، ومساء الخير يا باشمهندس عدلي. اولا طمني على صحتك بسرعه. والله الحمد لله انا في نعمه بفضل من الله، احسن كتير. طب انا عايز اقول لك حاجه، انت في اسيوط دلوقتي؟ انا في اسيوط. طيب في هناك حد اعرفه، لحظه واحده بس، في هناك حد اعرفه بيت كبير كرم كده، يعني لو انت جعان ولا ما عايز اي طلب تروح للاستاذ ابراهيم المنيسي هناك من اسيوط. حبيبي يعني هيدلعك يعني. ده يا باشمهندس الاستاذ ابراهيم ده ابو الكرم. حبيبي يا كابتن. اه والله حبيبي يا كابتن. قول لي نعم. يعني المفارقه ان احنا في اسيوط لما رحنا في 99 تقريبا جاب وليد سليمان من هناك، يعني وليد سليمان مدير القطاع دلوقتي، بس ما كملتهاش. جه من خلال اختبارات الوصيه ساعتها. صح مظبوط، احنا جبنا الكابتن وليد سليمان، وجبنا عمرو جمال، عمر جمال صح، وجبنا ولد اسمه مصطفى. بس ناسي الاسم الثاني برضو، كانت ثلاثه عفاريت كوره بصراحه. طب طمني دلوقتي على التجربه، انت بكره في الاختبارات في اسيوط من مواليد 2008 ل 2018 ل 2019 ل 2019 في ملاعب الاكاديميه اللي هي في ملعب الجامعه، مش كده؟ في ملاعب الجامعه. ملعب جميل جدا، فرصه لكل الناشئين اللي عندهم موهبه من مواليد 2008 لغايه 2019 سواء في اسيوط او في المنيا او سوهاج وقنا، لان انت متهيالي اسيوط اخر مرحله في الصعيد، مش كده؟ اخر مرحله في الصعيد، احنا كنا بدانا ببني سويف ونهينا باسيوط ان شاء الله، هننهي باسيوط ان شاء الله. ان شاء الله. طب قول لي تقييمك من الجوله اللي انت عملتها في المحافظات ايه؟ يعني طلعت بحاجه كويسه؟ اكيد ان شاء الله طبعا، لكل مجتهد نصيب، واحنا بنسعى والحمد لله ربنا اكيد بيكرمنا، يعني في لعيبه ان شاء الله مميزه في مراحل سنيه مختلفه، وان شاء الله تعود بالخير على النادي الاهلي وتبقى ليها، تبقى من اعمده النادي الاهلي في السنوات القادمه ان شاء الله. يعني هتجيب ولاد المهندس عدلي مضيهم؟ لا هم صغيرين لسه، دول مش دول تحت السن لسه، يعني ممكن بعد سنه ولا اتنين. لا 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 خلاص بقى، دول في عهدتك بقى يا معلم. عدلي فين بقى؟ هم هيستنوني؟ لا يستنوك ان شاء الله بامر الله، ربنا يديك طول العمر. وانا هستناهم. طب قول لي، لا ان شاء الله، يعني طمن الجمهور على التجربه ماشيه ازاي والمكاسب بتاعتها ايه لغايه دلوقتي؟ والله التجربه ماشيه ان احنا بنوفر على اولياء الامور اللي هم المحبين لاولادهم يمثلوا النادي الاهلي، ان احنا بنيجي لغايه عندهم، ودي حاجه بتوفر في المجهود بتاع الولد نفسه. اما بيجي لك القاهره وهو مثلا من الصعيد بيجي هلكان وتعبان فما بيأديش، فبالتالي ما بيخش فرصه كامله انه يطلع كل الموهبه اللي عنده او كل امكانياته، فدي بتوفر عليهم ان هو احنا جايين لك بيتك تلعب يعني مسافة قريبة، ما عندكش إجهاد، مش مرهق، فتطلع كل اللي عندك. دي حاجة للمحافظة اللي احنا بنروحها. نمرة اتنين، الناس أصلا بتحب النادي الأهلي، يعني بطبيعتهم أغلبيتهم أهلاوية طبعا، فبيحبوا عايزين يجوا النادي الأهلي، فكل الناس بتيجي عشان تختبر وتبقى موجودة في النادي الأهلي. خلال التجربة وخلال المحافظات اللي احنا رحناها، كان محافظة اللي احنا رحناها الحمد لله عندنا جبنا لعيبة كويسة في الاعمار السنيه المختلفه، ودي حاجه بالنسبه لنا مش جديده علينا او جديده على النادي الاهلي، ان احنا تملي ندور على مصلحه النادي، عشان النادي الاهلي ده قدره انه بيخدم نفسه وبيخدم المنتخبات الوطنيه كلها. أيوة. منتخبات مصر. طيب الجديد في القطاع يا كابتن ان انت بدات في سن اصغر بكتير من اللي كان موجود، مش كده؟ يعني 2019 ده احنا بنتكلم في 5 سنين. هي تجربة فريدة من نوعها، كنت انا خطها في الامارات لما كنت موجود. ايوه. ودي يعني بالنسبة لي انا عندي قصة الانتقاء في الاعمار السنية الصغيرة او الكبيرة
عندي معايير بنتقي عليها، فبالتالي مش بالنسبه لي مفيش مشكله خالص ان انا اقدر افرز ولد لعيب صغير في سن 5 سنين، وعندي البرنامج بتاعه كمان اللي هشتغل عليه الحاجات الترفيهيه والسنسبول والحاجات اللي فيها ازاي تحب النادي وتحب زمايلك والنظام، حاجات كلها تخلي الولد يحب كره القدم ويحب النادي اللي بيلعب له وينتمي ليه منذ الصغر. فدي الحمد لله عامله معانا حاجه كويسه، وكنا بداناها السنه اللي فاتت ب 18 و17 و16، والسنه دي اضفنا مجموعه ثانيه اللي هي اول سن 19 سنه، وده مش موجود في كل الانديه، يعني موجود في النادي الاهلي بس حاليا، وان شاء الله نجني ثماره فيما بعد، يعني سواء احنا موجودين او ان شاء الله اللي يجي بعدونا يكملوا نفس المشوار ويمشوا على نفس الخطى. يعني الولاد دول هتطلع منهم كهربا وندفد ومؤمن ده لازم تطلع وعفروت منه كهربا اليومين دول. هنطلع اسماء بقى جديده بقى، هنطلع ميسي والناس الجداد اللي اليومين دول بتوع اليومين دول، يعني ان شاء الله بامر الله. كابتن احمد ناجي هو قاعد. طب انت مين معاك؟ الكابتن احمد ناجي اهو انا شايفه. موجود الكابتن ناجي، ما هو لا لازم يبقى موجود، ما كله لازم يشارك. انت عارف الكابتن ناجي قيمه كبيره وراجل خبره كبيره جدا، ومعانا الكابتن تامر حسني، وكان معانا كابتن شوقي في مصر، وكل المدربين اللي شغالين معانا، كابتن هشام مش عايز انسى حد، يعني كتيبه جنود بتقاتل عشان تخدم النادي الاهلي، وده زي ما الشعار بتاعنا، يعني احنا بنشتغل كتيم ورك كعائله تحب النادي الاهلي، بتشتغل للنادي الاهلي بس. تنصح الولاد الصغيرين؟ طبعا في شكوى اكيد عندك من الحر، لانه بلدنا حر جدا من بعد الساعه 8 الصبح. الوضع عامل ازاي عندك في الاختبارات سواء في بني سويف او في اسيوط بكره؟ والله هو ربنا بيسترها من عنده ورؤوف بالعيال الصغيره دي. والامور يعني مش الحر المتوقع، لان احنا بنخلص بدري، بنبتدي من الساعه 7 ونخلص حوالي الساعه 12، ودي الشمس ما بتبقاش عموديه الحمد لله، هي بتبقى عموديه من الساعه 12 للساعه 2. احنا ان شاء الله بنبقى مخلصين كل الاختبارات بتاعتنا على الساعه 12 او قبل الساعه 12. بتبداوا بالسن الاصغر بدري طبعا عشان الولاد اكيد 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 دول عشان ما يستعملوش الشمس، فبنبدا بالمراحل السنات الصغيره، وبعدين الولاد اللي هم كبار بنديهم مواعيد متاخره شويه. شوف ايام الكابتن شطه اهو. لا ده انت معاك كتيبه. شوف ايام الكابتن شطه دي كانت اختبارات الاكاديميه. لكن دلوقتي دي اختبارات القطاع. طب ما ايه، عايزين نقول نفهم الناس الفرق شويه برضو عشان يستفيدوا من التجربتين. ايه الفرق بين الاكاديميه والقطاع؟ الاكاديميه لكل الممارسين سواء عندهم موهبه او ما عندهمش، فانت بتمارس رياضه او ودي بتبقى بالتكلفه. طبعا بتبقى بتكلفه، لكن القطاع بيختار الموهوب واللي هيجي منه، لانه هيمثل النادي. هيمثل النادي، ومع ذلك احنا ساعات بنختار لعيبه، او مش ساعات دي حقيقه، بنختار من الاكاديميه لعيبه تمثل القطاع، ودي لازم تبقى موجوده، لان القطاع والاكاديميه في خدمه النادي الاهلي. صحيح. واعرف برضو عشان انا بشرح، انا اعرف بس وانت موجود كده اشرح للناس، احيانا بيبقى في لعيب انت عارف انه ممكن يجي كمان سنه او اتنين، بس في التوقيت ده مش هيقدر يخش القطاع، فبتنسق مع الكابتن شطه مع اولياء الامور، حطوه في الاكاديميه هيبقى تحت عيننا، وباذن الله يتطور ويخش على القطاع. ده اكيد يا كابتن عادل، انت عارف القصه دي، وانا بس من خلالكم عايز اقول ان الكابتن شطه بيقوم موجود كبير جدا 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 في الاكاديميه، والاخوه الموجودين المساعدين اللي معاه، وده فعلا بيفيد قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ان يبقى عندك اكاديميات في كل مصر، فانت اوريدي عندك لعيبه تقدر تشوفها في كل الاكاديميات اللي هتخدم قطاع الناشئين فيما بعد. والله يا كابتن، كابتن يعني انت منور بلدنا، وتيجي بالسلامه، وتيجي ان شاء الله بولاد كويسين موهوبين ان شاء الله. يا رب ان شاء الله بنسال الله. هتجهز بقى كم اسم اجنبي كده بقى و بس الولاد دول محظوظين يا كابتن عادل، هيتدلعوا هياخدوا اسماء جديده. طبعا غير الاسماء القديمه بقى. بالتوفيق دايما يا كابتن بدر. ربنا يخليك يا كابتن ابراهيم، متشكر يا كابتن. شكرا جزيلا للكابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين في النادي الاهلي.